السلام عليكم متابعينا. اليوم مراجعة بسيطة حول غسالة السامسونج 22 كيلو وال 24 كيلو. طبعا عندك تيجي بضمان سنة بكل الغسالة وعشرة بالمطار، صناعة تايلندي. عندك هنا البرنامج الكامل، طبعا هنا الاوبشنات ضايف له هواي. عندك دورة عادية، ملابس شديدة، بس تنشيف، تراشيف، عناية ملابس الأطفال والغسل السريع وتنظيف بالبخار ودوران وشطف وتنظيف الحوض. طبعا تشغيلها وطريقة استعمالها لها طريقتين. أول بداية تشغيل من هنا، تخليلها على الدورة العادية أو الغسل السريع وتطس تار يعطيك ملابس كاملة. بس هو اللي يوزن الملابس ويطي حسب الوزن مال الملابس، المي والبرنامج يعطيك له ملابس كاملة. البرنامج الثاني تقول يا بنا أنا ما أريد هيك، أريد أنا بيدي. من هنا تشغيل تحدد مستوى المي على حسب الملابس، وقت الغسل شقد، تشطب شقد، دوران اللي هو التجفيف شقد، وتطي استار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.